اكل العيش صعب يا جدعان. ماشي وماله. الله 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 الله، هو ده الكلام يا حلو يا جميل. ده اعمل له كام ده؟ ايبود. يلا وماله. ايه القرف ده؟ ده كله بذر. يلا ما يضرش، الحقها بقى. امال ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك سارقني؟ لا مؤاخذه بقى، كبير تجار البطيخ، اكل العيش مر يا اخويا. يلا يا قلبي بالسلامه. يا بطيخة الجميلة على قلبي، هات يا حبيبي الايباد، خلينا نقول التفاصيل للعيال. تفاصيل ايه يا مستر؟ ورشة الباب التالت يا بطيخة، ما احنا خلصنا. ماشي. وبعدين بقى يفتح ازاي؟ الو يا حجة. من هنا يا حجة، والله ده انا سايب اكل عيش عشان اجيب لك اللي انت عاوزاه. نفسك في كاكا؟ ماشي اجيب لك كاكا. وقتة ايه علاقتهم دول ببعض؟ يلا بقى في رعاية الله، تصحابكم السلام. سلام. يا ابني عيب عليك، انت حاططني فين؟ يا واد حطني مكاني وسط حبايبي. لا مؤاخذة بقى، كبير تجار البطيخ. بس زي ما اكدنا شباب، ورشه عملنا ان شاء الله يا جماعه هتكون متاحه من خلال الاونلاين فقط. ورشه العمل يا جماعه تقدر تحصل عليها حاجتين، لو عايز الملزمه بتاعتها بالنسبه للملازم بتاعتها وبالنسبه للاكواد بتاعتها، فهي موجوده في كل السناتر اللي احنا موجودين فيها، واللي هتكون موجوده عندك في الوصف اسفل الفيديو، هتلاقي الملزمه وهتلاقي الكود. بص يا حبيب قلبي، اما بالنسبه للجزء الخاص بالشرح بتاعها يا جماعه على المنصه او بالكود بتاعها، تفاصيل المراجعه دي او الورشه دي فيها ايه؟ اولا فيها فيديو شرح تفصيلي للباب، لمملك كل افكار الباب شرح، حتى لو انت واقع منك ايه هتلم ان شاء الله كل حاجه، مدته تقريبا حوالي ساعتين ونص. بعد كده اسئله حل مستويات عليا، مستويات عليا جدا. رقم 2 عندك كمان اسئله الامتحانات السابقه كلها اللي وردت على الباب الثالث. كل ده حبيب قلبي احنا عاملينه في ورشه عمل الباب الثالث، ورشه قويه جدا. سواء كنت طالب بتحضر في السنتر او طالب بتحضر على المنصه، خش حضرتك واحصل على ورشة عمل الباب الثالث من خلال المنصة لو انت عايز تشتريها من على المنصة على طول، او من خلال السناتر لو عايز تحصل على الاكواد والملازم. بنأكد كمان ان لو انت من طلاب الاونلاين وعايز تحصل على الملزمة ومفيش مكان قريب منك، تقدر بسهولة انك تطلبها من خلال بوك بي او من خلال بوك ستور. ده كده حبايب قلبي بالنسبة لورشتنا ان شاء الله. واجهز كده يا بطل، لان ان شاء الله هنسيبك تذاكر الورشة كويس، وبإذن الله بعدها ان شاء الله هنبدأ نحدد مواعيد الامتحان سواء على المنصة أو على الأرض. شدوا حيلكم يا شباب، وبإذن الله كده إن شاء الله مكملين مع بعض بقوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده حبيب قلبي يبقى أنت عرفت تفاصيل ورشة الباب الثالث، ولو أنت عرفت مين اللي سرقنا ياريت تقول لنا عشان هنفخه.